السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي اش غادي نقول لكم، باغا نشارك معكم طريقتي في سميتو في البقوله ولا الخبيزه، كل واحد وكيفاش تيقول ليها. يعني اليوم الحد وصباح الجو زوين، وقلنا نخرجوا انا وصحاباتي وباش نحيدها بعدا وعاد ندخل ان شاء الله ونبارطاجيها معكم، نوريكم طريقتي في التنقيه نتاعها وكيفاش كنطيبها. يعني واحد الطريقه اللي ساهله ساهله، دغيا كتوجد معنا، ما كتاخدش معنا الوقت. يعني واحد الطريقه اللي ساهله بزاف بزاف، وكيف ما قلت لكم، قلت زعما ندير هذا الفيديو على برا نبارطاجيه معكم حتى هو، ولكن للاسف مع اليوم كاينين الوليدات ما قدرتش انني باش نصوره معكم، وقلت انني حتى نهار اخر كنوعدكم انني غادي نعاود ان شاء الله فيديوهات اخرين بحال هكا ونبارطاجيهم معكم، باش حتى اللي ما كيعرفش كيفاش الطريقه كيفاش يحيدها يشوف طريقه ويحيدها، لان كاين اللي ما تعرفوش. انا ما تنهضرش على كلشي، كنهضر غير على واحد الفئه اللي ما تتعرفش، اللي عاد راهم مبتدئين وعاد كي راهم مازالين ما تعرفوش، يعني وتيبغيو بحال هكايا شي حوايج وما تعرفوش يديروهم وصافي. هادشي اللي كاين، المهم خليكم معايا حتى نرجع ان شاء الله، وملي نرجع غادي نبدا معكم طريقتي منين غادي نغسلها حتى نقطعها ونطيبها ان شاء الله، وغادي تشوفوا طريقتي اللي كتجي، والله الا كتجي صدقوني انها كتجي لذيذه بزاف، واحد الطريقه اللي ساهله ودغيا دغيا كتوجد معنا، واش غادي نقول لكم تتجي لذيذه 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 بزاف. ونتمنى يعجبكم الفيديو وما تمشيو فين، خليكم معايا غادي نرجع ونتلاقاو ان شاء الله. انا البنات دخلت للدار بعد ما دخلت، مهم كيف ما كتشوفوا ها هي درتها انا في هذا البلاطو، نقيتها ونقيتها مزيان. المهم يخص الخطر ضروري ما نقيوها من البخوش، ما ربما تكون شي حاجه لاصقه، المهم خصنا نصابوها مزيان مزيان لحقاش هي شويه صعيبه، ومهم خصها تنقى مزيان. المهم بعد ما نقيتها وصافي خديت غير هذاك اللي زوين، صافي درتها التغسلات انتما كتشوفوا، صافي غسلتها وكما قلت لكم غسلتها مزيان في الاول غير بالماء، وعاودتها مره ثانيه، ومن بعد عاودتها بالخل وعاودت لها عاوتاني. المهم حتى نغسلها مزيان انا هذا الشيء، المهم هذا الشيء اللي كله ربيع دائما تنبغي نغسل الحاجه مزيان، بحال القامه بحال الشيبه بحال، المهم انا عندي قاعده خصني ضروري نغسل بهذا بالماء وندير شويه الخل كاحتياط. المهم وهذا داك السلك اللي قلت لكم ها هو، راني حيدته حتى هو، حيدت منه واحد الربيطه ها هي كيف كتشوفوا، حتى هي راني غسلتها مزيان وخرجت هذه، نفضتها نفضت مزيان، تناخذ هكايا بالربطه وتنفضها مزيان باش الا كانت شي حاجه طايح وداك الماء وداك الشيء تساس وصافي. دابا المهم انا غادي ندوز نقطعها ونتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالها. صافي بعد ما قطعتها انتما كتشوفوا انا ما تنقطعهاش حتى كنوصل لهاد الورقه هذه، دائما فاش تنوصل لهاد الورقه تنحيدها تنحبس باش ما تكونش هكا ميه بزاف، يعني هذا راه ملي كيطيب تيجي ميه صافي. مهم هي هذه، ها هي بعد ما قطعتها انتما كتشوفوا. دابا غادي ندوز غادي نديرها للكوكوط، وغادي تقولوا لي لا الكوكوط هذه، ولكن يعني واحد الطريقه ها انتما غادي نديرها في الكوكوط وما غاديش نقوي لها انا الماء، يعني غادي ندير لها واحد الكاس فاش غادي تطيب ويبقى فيها داك الماء باش نستافدوا من المنافع ديالها، يعني ما نديروها في الكسكاس راه تيهبط كلشي في داك الماء التحتاني، ومن بعد ملي كيهبط في سميتو في التحت راه ما تنبقاوش كنستافدوا منها كلها، يعني راه تقريبا النص نتاعها تيهبط لنا الماء التحت. دابا هاد الطريقه هادي يعني غادي نديرها هكا في الكوكوط ها نتوما كتشوفوا. غادي ندوز شنو غادي نضيف عليها، نضيف عليها الثومه لا غير، عندي هنايا انا واحد ثلاثه نتاع الفصوص نتاع الثوم اللي قطعتهم هكايا، غادي ندير دوك ثلاثه الفصوص نتاع الثوم، وغادي ندوز كما قلت لكم غادي ندير لها كاس نتاع الماء طايب. الماء طايب مهم يكون سخون، غادي ندير عليها كاس وصافي، وغادي نردها طيب. يعني هذا الكاس هذا غادي طيب لنا فيه انتما كتشوفوا، راه ما غاديش نقوي انا عندي هنا غير كما قلت لكم ثمن كاس لا غير صافي. غادي نسد عليها ونديرها فوق العافيه الطيب، المهم جهد واحد 10 دقائق ربع ساعه على حساب البقوله واش كبيره ولا صغيره. ومهم منين طيب راكم عارفين داك الماء راه ما غاديش يبقى لنا الماء بزاف، صافي نتلاقاو باش نكملوا لها التتمه نتاعها. هانتوما بعد ما طابت البقوله هانتوما كتشوفوا الماء صافي، راه ما بقاش الماء بزاف، هانتوما تتشوفوا غير شي شويه لتحت هنايا صافي. هادشي اللي تيكون صافي، الثومه طابت هي حتى هي راه طابت، هانتوما غادي تشوفوا ناخذ معكم وحده
انتم مثلا بركوا عليها راها فاش تنبركوا عليها بحال هكا تتكون صافي راها طايبه هانتوما كيف كتشوفوا يعني صافي طاب. دابا غادي ندوز غادي نرمي نزيد فيها عندي هنايا قزبور ومعدنوس بحال هكا مقطعين رقاق ولا مطحونين غادي نخويهم عليها هكا يعني راه غادي طيبوا مع داك شويه الماء اللي بقى لنا فيها ماشي مهم ماشي بزاف انتما راه تيبان لكم غادي طيب معاها غادي نخليها هنايا واحد شي شويه بيد ما هاد القزبور هذا يطيب لينا هنا يدخل الطياب مع البقوله صافي نتلاقاو باش نشوفوا شنو غادي نزيدو اخر. هانتوما كتشوفوا كيف ما بعد ما ضفنا داك القزبور المعدنوس دابا غادي ندوز هنا غادي نضيف العطريه عندي هنا معلقه صغيره نتاع التحميره ومعلقه صغيره نتاع الكمون. بالنسبه للكمون راه ماشي معلقه عامره مهم غير شويه حيت الكمون كيف ما كتعرفوا تيعطي المروره للماكله الا كويناه صافي. وعندي هنا كذلك معلقه صغيره ما عمرهش نتاع هذه القزبور حبوب مطحون وكذلك قليل من الحار لهذه السودانيه مطحونه صافي. وعندي هنايا اللب نتاع الحامض يعني غير داك اللب الداخل راه ماشي القشره تنحاولوا اننا نحيدوا ديك الجلده اللي فيه غادي نديروا غير اللب نتاعو ما نديروش ديك هذه بحال هذه غادي نحيدوا ديك الجلده. وغادي نضيف واحد نص كاس نتاع زيت العود دابا غادي نضيف واحد نص كاس نتاع زيت العود بحال هكا صافي. وغادي نخليها ومهم غادي ندير الملحه كذلك نسيت ما قلتها لكمش. دابا غادي نخليها طيب مزيان تقلى لنا مزيان حتى تشرب لنا داك الماء اللي باقي ما يبقاش وتب لنا داك القزبور صافي. ومن بعد نتلاقاو حيت تشرب يعني هاد الطريقه ديال البنات غير تاكدوا انها راها زوينه وكتوجد لنا دغيا دغيا وكيف ما قلنا داك الماء فاش كطيب يعني راه كتبقى فيه ما كنعاودوش نصفيوها ولا كيبقى دوك المنافع ديالها كاملين تيبقاو فيها صافي. المهم غادي نقصو عليها ونخليوها طيب ونخليو الحامض حتى هو حتى الاخر تنبغيو نطفيو عليها عاد نجيو باش نضيفو سميتو الحامض عصير نتاع الحامض وصافي. دابا انا غادي ندوز نضيف لها الملحه ونخليها تقلى ونتلاقاو. هانتوما كتشوفوا صافي راها نشفت ما شفتي داك الماء يعني صافي تشربات يعني راه كتجي بحال راها غادي نقول لكم انت تجي طايبه واحد الطريقه اللي زوينه. دابا غادي ندوز هنا غادي نضيف لها انا كنضيف لها شويه ديال الزيتون هكا بالعظم يعني هذا اختياري تقدر ديروه ولا لا اللي كيعجبني فيها كندير فيها هكا شويه صافي. غادي نخلي داك الزيتون يتشرب لنا شويه غادي نبقى نحرك هكا هكا حتى يتشرب وانتوما كتشوفوها راها ناشفه يعني داك الما كامل اللي ما فيها دبيره راه نشف راه كتشوفو حتى داك القزبور ديال ما فيها دبيره مع المعدنوس حتى هو راه طاب صافي. غادي ندوز دابا نضيف لها قطرات من عصير الحمض انتوما كتشوفو صافي. وغادي نحركها ونحبس عليها النار صافي. بعد ما حبست عليها العافيه درت لها داك عصير الحمض صافي. ها هي البقوله ديالنا وجدت معاها هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. المهم انا غادي نقدمها لكم في شي زليفات باش تشوفوها في الشكل ديالها التالي كيفاش كتجي في التقديم. هانتوما كتشوفوا البقوله بعد ما طابت وصافي درتها في الطباس نتاعها وزيناها بالزيتون وبالقشور نتاع حامض مصير وصافي كتكون على هذا الشكل كتكون زوينه ولذيذه بزاف. ونتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه وتعجبكم وصافي. هذا الشيء اللي كاين وبسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.